السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال شباب؟ معكم محمد تو جيمر، رحمة الله قحطان. اليوم جايب لكم لعبة من فور السولت سكواد 2. لعبة استراتيجية تتكلم عن الحرب العالمية الثانية، لعبة جدا رائعة رهيبة من ناحية السنجل بلاير ومن ناحية الملتي بلاير. لعبة من تطوير الشركة أوكرانية أتوقع، لعبة جدا خرافية. لعبة لها أجزاء قديمة كثيرة جدا، هذا اخر جزء نزل لها، او لا بعدها نزل جزء اللي هو لعبه كول تو ارمز الحرب الحديثه، جزء فاشل للامانه، يعني مو مره فاشل، قيد التطوير يعني باقي ما نزل كامل. من فور حاليا هي اللي ماكل الجو على الشركه. لعبه جدا رائعه، لعبه هارد كور يعني، اختلاف عن كومبني فيروس. كومبني فيروس بالعربي اقول لكم فور نوبز، للمنوب. من فور للمحترفين بكل اختصار، لان يعني اللعبه مره عميقه. من فور يعني لعبة احترافية بشكل كبير، ما تعتمد زي كومبري فيروس على ارقام، يعني هذه الوحدة اقوى من هذه الوحدة خلاص، لا هاي تعتمد على الارقام والاحترافية. بعد اسلوب لعبك كيف، ما راح تفهمون اللعب لين ادخل. سنجل بلاير ما راح نلعب فيه حاليا شيء، راح ادخل ملتي بلاير لانه شامل وافضل. راح نلعب واحد ضد واحد، انا واحد من الشباب. ناصر مرحبا، اهلا. ايوه معي ناصر، احد مدرسين اللعبة منذ زمن قديم. ايوه هلا على ايدك. الله الله الله، 700 جيم يا ظالم، يا اللي ما تخاف الله. اوكي حاليا الدول اللي موجوده، طبعا اول كان نظام لا تختار بس الفريق، يختار كل دوله واحده. الحين لا، حطوا نظام اللي هو الاكسس والالايس، تختار مثلا انت في الحلفاء تختار مخير ما بين امريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، وعندك الاكسس انت مخير ما بين المانيا وما بين اليابان. كل دولة مميزة بجنود ونظام مختلف جدا عن الثاني. حاليا انا راح العب بالسوفييت وناصر راح يلعب بالالمان، راح يكون جيم تجريبي فقط، شرح واسلوب اللعب كيف يعني مميزات اللعبة. اشيل الفجوار ولا خليه؟ اشيله افضل، بس قبل ما تبدا في طورين للعبة اللي هو الكومبات وفي الاسولت زون. الاسولت زون هذا اللي اكثر شيء يلعبونه بس فيه. اي الاصل زون اللي هو اعلام، من اكثر واحد مع اعلام تقدر تزيد نقاطه لين يوصل لحد المعين، وفي الكومبات من اكثر واحد قتل، والقتل يختلف من الوحدات. يعني مثلا لما اجيب له ميليشيا وحدات ابو كلب متطوعين يمكن اربعه ينحسبوه بنقطه، لكن لما اجيب له جنود محترفين مدربين يعني غاليين الواحد ينحسب بنقطتين ثلاثه وزي كذا. والدبابات الغاليه تجيب نقاط، والحاجات الرخيصه تجيب نقاط قليله وهكذا. يلا نبدا الجيم. حلو، الفقوار اللي هو الديسيبل صح؟ الفقوار وين؟ خلنا نشوفه. شوف في الديسيبل وفي الريليستيك. وين؟ ما اشوف الفقوار انا. اوكي عندك اتفق. ايوه هذا هو، حط ديسيبل. حلو يلا. يلا ليتس جو. اوكي طبعا عدد اللاعبين يوصل ل 5 ضد 5 اكبر شيء. لا 8 ضد 8. 8 ضد 8 سوري، 8 ضد 8 اكبر شيء، يعني يجيك ماب ضخم وكل واحد محشور بزاوية صغيرة ويلا تناتفوا. لعبة جدا حماسية للأمانة، وحالات لما يكون معك خوياك تدخلون جيم كبير ومع بعض وهكذا. يا سلام، بس التحميل عندي خلص. بصراحة اوكي حاليا يجيك الوقت حول. هذا خمسة عشر ثانية على حسب الثمن تحطها تستعد فيها. بس خلونا الحين نشرح لكم قائمة طلب الاسلحة. طبعا اول شيء عندك السي بي اللي هو اللي زي ما تقول المان باور او الحد الاقصى اللي تجيب منه. الام بي اللي هي هذه الفلوس. حلو، النقاط تجيك على حسب، يعني ما تحتاج تبني بيوت زي كذا. ناصر ايش فيك مستعجل؟ لا بس على ما تخلص شارح انت. ايه حلوين. عندك القائمة هنا، قائمة الأسلحة أو قائمة الطلبات اللي تطلبهم. عندك أول شيء اللي هي الكتايب. عندك أول شيء دائما تكون كتيبة يعني جدا بدائية، يكونون معهم بنادق وقنابل يدوية عادية، يموتون سريع سريع بس مفيدين جدا في الأموال البشرية وهكذا. لازم أطلب شيء ولا بيكرشني؟ أوكي طلبنا. أوكي هذولهم. ثاني وحدة اللي هي السولت انفنتوري، وحدة يعني اكبر شيء فيه عدد الرشاشات، يعني يملكون عدد رشاشات كثيره وثلاثه رايفل مان اللي هم البنادق تنفع في الهجوم. اللي عندك الريجولر، الريجولر يكونون يعني جنود عاديين اغلبهم بنادق ومعهم اتوقع اثنين رشاشات وواحد ماشين جنر.
هذا لهم الريجولر. ستة رايفل مان واثنين ماشين واثنين رشاشات وواحد ماشين جنر. هذول ينفعون انك تروح تمسكهم خط دفاعي، مثلا احطهم الجنود هنا اطلبهم واحطهم في المنطقة هذه، خلاص يمسكون المنطقة هذه. عندكم الوحدتين اللي تحت هذه دائما تكون وحدات يعني قوية جدا. عندي هنا في السوفييت اللي هم المارينز، الوحدات البحرية، وحدة مرة قوية جدا قوية، تنفع في الاشتباكات، ما عندهم ار بي جي لكن تنفع في الاشتباكات القوية، والجندي حقها مجهز يعني واحترافي، يعني يستصويب طلقة ويموت اللي قدام على حسب. عندك الريد جارز اللي هم الحراس الحمر او الحرس الاحمر في السوفييت، الوحده دائما تكون معاها 2 ماشين جنر ومجهزه بجنود فول اوبشن ومعاهم ار بي جيات. طبعا في كل الدول نفس السالفه، هذول يعني بدائيين، هذول معاهم رشاشات، هذول واحد ماشين جنر، هذول محترفين، هذول ريد جارز معاهم ار بي جيات بس ومره قوي. الفرق في نوعية الأسلحة، اي مو نوع شرط ان السلاح يعني. الوحدة هذه نفسها نفس ترتيبها هناك تكون نفس القوة. ايوه يختلف بس نفس، لا يعتبر نفس القوة يعني، اول شيء هو راح يكون ميليشيا، اخر شيء هم راح يكونون اقوى شيء. لأن نفس عندك نوع السلاح يفرق قصدي. اي نوع السلاح يفرق اكيد. عندك السيارة هذه تكون مجهزة بالريد جارد اللي هم اخر اقوى جنود، تطلبها تجيك سيارة محملة بالجنود كل شيء عشان توصلهم، بعض الاوقات تكون مابات يعني كبيرة وتحتاج توصلهم بسرعة. عندك الاثنين اللي تحت هذول اللي هم الماينرز او الانجنييرنج اللي يزرعون لك الالغام، عندك هذا اول شيء الغام ضد الجنود، ثم هذا الغام ضد المركبات، وعندك هذا كشف الالغام، ما حد يستخدمهم كثير اخر ثلاثه بس يستخدمون مفيدين في اللعبه اللي محترف لهم. خلصنا الحين قائمه الكتائب بس اشرح لكم، ثم نجي هنا اللي هم الجنود. تقدر تطلب جندي الحالة، مثلا انا بطلب جندي رايفل واحد بس الحالة زي كذا، ما بطلبه كتيبة، بطلب جندي رشاش الحالة زي كذا. عندك هذول التانك كرو اللي هم السواقين، اطلب سواقين مثلا دبابتي خربت ابى اصلحها، نفس السالفة تقدر تركب وتنزل منها جنود المركبة يعني تستفيد منهم. عندك اللي هم هذول الاي تي اللي معاه زي البندقية مضادة دروع اللي ضد المدرعات وزي كذا. عندك هذول الاي تي انفنتري اللي هم الار بي جي، وهذا ماشين جنر. اللي تحت نفس السالفه، رايفل مان وار بي جي وماشين جنر، لكن هذول الاليت يجونك من ريد جاردز اللي هم اقوى شيء عندك. اخر ثلاثه عندك اللي هم الفليم ثراور اللي هو قاذف النار واللي يحرق، وعندك السنايبر، وعندك الاوفيسر. الاوفيسر ميزته يكشف المناطق اللي قدامك. طب احنا شايلين فوق وار يعني اقدر اشوف جيش خويي وزي كذا، شوفوا اسلوب كيف يعني توزيع الجنود، يعني هذا شيء مهم لازم الواحد يعرفه في اللعبه. يعني اقل شيء لو تحط جندي في كل منطقه، يعني الحين ناصر حاط جندي هنا واحد، مو سالفه انه بيدافع المنطقه هذه بجندي واحد، لا، ان الجندي هذا يحرس المنطقه هذه لا احد يجي يتسلل عليه، شايفين؟ وبرضه هنا الجندي الثاني، وين حاطه انت يا ناصر؟ شوف عندك ورا البيت، هو ورا البيت اللي عند المصنع، وين؟ ما اشوف. اي شوف اليمين خاشه في الشجر هنا. يا سلام. طب اللعبة فيها التسلل بشكل جدا رائع، يعني التسلل فيها صعب وشغل بروفيشنال يعني، ومنه فوائد كبيرة. طب خلينا نكمل بس شرح القائمة. عندكم هذه قائمة النقليات او المعدات. عندك اول شيء يكون الدباب، دباب وعليه ماشين جنر عادي، ثم الجيب يجيك، ثم يجيك هذه ناقلة الجنود تجيك فاضية ما عليها احد، ثم عندك هذه ثلاثة شاحنات. عندك الشاحنة الأولى للدفاعات أو الرصاص، سوري الرصاص اليدوي العادي، ثم الشاحنة اليمين الثانية هذه للدبابات إذا خربت الدبابة وخلص رصاص الدبابة يجي تجي تعبيها بذي الشاحنة. ثالث شيء اللي عندك هذا حق الدفاعات، أسلاك شائكة وما أسلاك شائكة والشائكة والحدايد اللي ضد الدبابات. خلصنا القائمة هذه، ثم نجي للأرتيلري واللي هي المعدات اللي مضادات تعتبر أو شيء زي كذا من هذا القبيل. عندك اول شيء يكون هو المشين جنر دائما، طبعا اغلب مو الدول الثانيه مو نفسها بالضبط لكن لا مشابهه، يعني كلهم عندهم مشين جنر هذا العادي. عندك الاي اي هذا مشين جنر يعتبر لكن عياره ثقيل واصلع اسرع اللي هو الدوشكا. عندك هنا المورتر معروف، المورتر والهاون صقوطي. عندك هذه الثلاثه كلها مضادات دبابات، تختلف من نوعها ومداها وثقل القذيفة وزي كذا. تقدر طبعا تضغط على كليك يمين ثم تضغط على الزر هذا وتجيك مميزاتها،
مثلا المدى عندها كم، عيار القذيفة كم، والريلود على التعبئة كم ياخذ وقت زي كذا. عندكم الاي اي هذا مضاد الطيارات، لكن اللعبة ما فيها الطيارات، لكن يعتبر مفيد فعال ضد المدرعات الصغيرة والجنود، يقشهم قش. عندكم هذه الأخيرة الباقية كلها أداة قصف، عندكم هذا قصف، هذا قصف، وهذا قصف متنقل، وهذا قصف، وهذا آخر شيء اللي هي الكاتيوشا، راجمات الصواريخ، هاي دائما تكون قصف. طبعا عشان تريح نفسك وتجي تلعب مثلا في الدول الثانية وتمرتاح وتعرف هذا ايش وهذا ايش، تضغط على هذا كليك يمين هنا مكتوب عندك، او هذا معروف المشين جنر، يجيك مكتوب مشين جنر. عندك هذا هيبي ام جي يعني رشاش ثقيل، عندك هذا مورتر معروف، عندك هذا لايت اي تي جن يعني مضاد دبابات نفس ميديوم، وهذا هيبي. يجيك هنا اي اي جن يعني هذا اللي تجيك بالغامق تعرف، هنا يجيك فيلد هاوزر، الفيلد هاوزر يعني قصف، هنا فيلد هاوزر هذا نفس يجيك لما يجيك سيلف بروبيلد جن اللي هو زي ما اقول لكم متنقل يعني مركبة بس حقت قصف نفس السالفة. عندك هذا روكت ارتيلري اللي هي الصواريخ، رجمات الصواريخ. شرحنا الحين قائمة القصف، وهذه نيجي هنا قائمة السبورت او المدرعات، بالاحرى مدرعات تعتبر، احنا نسميها مدرعات. عندكم اول نوع يكون دائما رشاش عادي، ثم هذه مدرعة فيها رشاش وفيها مدفع عيار صغير، ثم الدبابة عادية، ثم يجيك هنا مدرعات. بالعربي القائمة هذه كلها مدرعات تكون خفيفة. تحت المدرعات اللي هي تجيك التانكس او الدبابات، هذه هي انواع الدبابات، كل عندكم دبابات هنا. طبعا تيجي تضغط على الدبابة، مثلا نضغط على الدبابة هذه افضل دبابة بالنسبة لي اللي هي T-34-85، تشوف المعلومات اللي هنا، السرعة حقتها 31، الكرو اللي يجيك دون قوسين يعني هذول السواقين، والثمانية كم تقدر تحمل فوق يعني الدبابة، ما هم سواقين لكن لا جنود يعني التوصيل. ثم يجيك هنا الارمر البادي حقها، هنا من قدام من الجوانب ومن الخلف، ونفس السالفة هنا. الرينج يجيك الرينج حقها ومسافة اطلاق النار من كم لكم، وهنا عيار القذيفة، وهنا عندك الريلود. عندك هنا اسلحة الرشاشات يجيك نوعها، ونفس السالفة تقدر تعرف تشوف اي مدرع. اللي قبل الاخير هو التانك ديستروير، صائدات الدبابات. صائدات الدبابات دائما تكون ميزتها ان الرينج حقها عالي جدا يعني، ومداها يعني ابعد من الدبابات العادية. وهذه هي عندك انواعها، طبعا هذه في كل الدول. طبعا اخر شيء هو اللي يكون مميز اكثر شيء بكل دولة اللي هي القوات الخاصة، هذه تطلبها مو بفلوس، تطلبها لا بنقاط خاصة بالقوات الخاصة. تجيك انواع كثيرة يعني كل دولة تختلف من الثانية. عندك هنا مثلا في السوفييت عندك هذا اول واحد يعطيك اثنين جواسيس مجهزين يعني باسلحة كاتمة صوت وتسلل وديناميت والغام وكل شيء. عندك هذول التشوك اللي هم جنود ثقيلين جدا ومدرعين، القنابل مرة ما تأثر فيهم. عندك هنا السنايبر، عندك هذول الجارد رايفلز جنود بنادق. عندك التشارج يعطيك كمية جنود ضخمة جدا. عندك اللي هم البلاك كوتس جنود مجهزين. عندك هنا آخر ستة هي أهم حاجة، عندك أول شيء اللي هو بي اس ثلاثة مدفع مضاد للدبابات مدى بعيد جدا ومرة قوي. عندك الراديو موجود في كل دولة، ميزة الراديو وش هو؟ معاه مسدس دخاني يطلق على المنطقة الفلانية ويجي قصف من فوق، قصف مرة حقه قوي، بس قدك انفضحت انت من قبل الدخانية. عندك الكي في دبابة قصف عيارها ثقيل جدا ومصفح ومدرعة. عندك البي ام اللي هو الروكت قاذف صواريخ. الاسولت تروبس يعطيك دبابتين من نفس النوع هذا تي 85 ومعها جنود. اخر شيء اللي هو مطرقة ستالين او البي فورم، مدفع مرة قوي، مرة 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 قوي يعني يدمر لك اي شيء قدامك، مهما كان الشيء اللي قدامك يدمر لك على طول، مدفع قصف طبعا. طبعا حاليا شرحنا القائمة اللي على اليمين، خلونا حاليا نطلب مثلا كتيبة، ناخذ الريجلر، نزلت لنا كتيبة، كليك يمين هو طبعا اللي يحددهم وهكذا يمشون. طبعا اول ما يرسلوا ما تقدر تدمجهم، طبعا اتخذ مواقع اي، بس الحلو في اللعبة حاليا انك تقدر مثلا تفصل الجندي عن الكتيبة، تقدر تتحكم
كل جندي لحاله، يعني تسوي الاستراتيجيه اللي تبغاها، مو مثل كومباني فيروس اللي هو كل الجنود يمشون معك يمشون بكتيبه زي كذا. يعني الحين بوريكم حاجه، بروح انا اجيب جندي واحد بس شوفوا ايش يصير له، ممكن حتى ما يوصل. يعني شوفوا مو كومباني فيروس يقعد يرمون يرمون بعدين يموت. شوفوا هذا الهيلث حقه على طول، ما في تفاهم. ف الحين ناصر قدامي حاط جنود مجهزهم كلهم، هذول من نوع اللي هم الريجلر، لا مو الريجلر هذول اسولت، صح لا يا ناصر؟ اي اسولت ايه، ما معهم مشين جن. طبعا هنا وهنا الدفاعات كيف نظام تخلي جنودك يدافعون، تيجي هنا مثلا كاس تراب زي يجيك سالفه السهم والزاويه يحتمون وراها، هذه جدا تفرق جدا، يعني جدا مهمه انك تحمي جنودك زي كذا عشان ما يتدمجون. زي قبل شوي شفتوا كيف 20,000 طلقه عليه ولا مات على طول الجندي حقي. الشيء المميز بعد ان عندك شوف جنود اللي هم الرايف واللي معاهم بنادق، وش ميزتهم؟ يكون معهم الكيس التراب، طبعا هنا في الخيارات على اليمين صوره المعدات يجيك هذا الكيس التراب، تضغط عليه تضغط كليك يمين وتسحب وتجي، يروحون الجنود الحين يبنون لك كيس تراب هذا في المكان اللي تبغاه. طبعا افضل شيء واهم شيء تسويه في البدايه اللي هو تنشر جنودك رايفل كذا وتبني كاس تراب هنا عشان تسوي لك خطوط دفاعيه عشان لا احد يتسلل عليك او اختراق او اي شيء يصير. وهكذا حلوين حلوين. اوكي حلوين حلوين. طبعا عندك هنا الخيارات اللي هي الاختصارات، اف 1 عندك اللي هو حق القنابل، تضغط اف 1 كليك يسار في المنطقه اللي تبغاها راح يروح الجندي ويرمي قنبله. لها موقت طنق وتتفجر، هذا الاف 1. الاف 2 القنبله العيار الثقيل، يا تكون مولوتوف اذا كان مع جندي رايفل رماها، او مع جندي رشاش يكون مع القنبله اللي هي الاي تي مضاد دبابات. خليه يرمي بس مداها قريب، لازم تفجيرها قوي. بدل الجنود يترمون، يا سلام بدا الاكشن. خليني اشرح لكم التحكم اليدوي. التحكم اليدوي اوقات يكون في الجنود، في الجنود يعني لا تستعجلون عليه، بعدين بعد ما تعترفون اللعبه اعرفوا كيف تستخدمون الجنود التحكم اليدوي. لو تضغط حرف اي خلاص يبدا يتحكم يدوي بالجندي، والواز هو اللي يتحرك فيه، تطلق فيه تستخدم قنابل وهكذا. خلونا نشرح لكم ايش بعد. خلاص وقف اطلقنا، ارجع ارجع ارجعوا، خلاص انسحبنا يا ناصر. طبعا حاليا شايفين هذا هو جندي المشين جنر، هذا جنود الرشاشات وهذول البنادق. جبت تايجر؟ ايش لا تجيب تايجر ولا تحمس. خلونا نطلب دبابه بس نشرح لكم على الدبابه بشكل بسيط. هذا الحين طلبنا احنا الدبابه اللي هي تي 85، كليك يمين اللي هو طبعا يوجهها وكل شيء. طبعا قاعدة أساسية دائما إذا العدو قدامك عطى وجهك لا تعطيه جنبك، لأن القذيفة في الجنب تفرق، وخاصة من ورا تشيل الدبابة سريع سريع من الوجه يعني يقدر يتحمل وياكل ضرب. حاليا لو تشوفون هنا نوع الذخيرة اللي عندك، عندك ثلاثة أنواع ذخائر. الذخيرة هذه الأي بي اللي عادية ضد دبابات، يعني مخترقة دروع عادية. عندك الاتش اي قذيفة متفجرة دائما تكون ضد جنود. عندك هذه السوداء الاي بي سي ار تكون جدا قويه ضد دبابات لكن مداها قريب فدرم عليها. شفت جبت مدفع عياره ضعيف شوي ف بضرب دبابتك من قدام. اوكي عشان يصير اختلاف واضح. يا سلام حتى لو اضربها من ورا المدفع ذا ما راح يجهز شيء. اوكي طبعا هنا يطلع لك على اليمين كم واحد جالس يسوق في الدبابه حاليا، تحط الماوس عليها يطلع لك على اليمين الكرو. لو انتم شايفين ما اقدر اشيل الماوس احطه هنا، الكرو يطلع لك اربعه، يعني أربعة لازم في الدبابة، وهنا حط موجودين في أربعة تمام. أقدر مثلا أعطي جنود أمر يركبون على الدبابة، يعني في مهمة توصيل أو اقتحام أو شيء زي كذا يحمونها هكذا. ها يركبون على الدبابة، شوف هذا هو جالس يضرب. ردها لي على طول، شاله لا دمجه بس. أوكي نحط منع اطلاق نار عليه، اضرب عوجته المدفع علي أما اوكي.
قاعدة أساسية، لا تدخل دبابة لحالها. شوف الحين أنا بدخل دبابة لحالها بتكون قوية، لكن شوف ايش بيصير. ناس أتوقع ما أحتاج أقول لك وش تسوي. لا لا ما عليك، انتظرك أنا. أوكي، نحول قبائل القضايف لتش إيه. فك المدفع، فكها. تبين الجنود اللي على اليسار؟ شوفوا على طول فك لي الدبابة، يعني ما يحتاج تجيب ار بي جي، يعني تقدر بجندي ضعيف ما يسوى شيء تفجر اقوى دبابة. هذه ميزة اللعبة يعني، والاحتراف اللي فيها لازم شيء جدا صعب. خلينا الحين ايش نشرح لكم؟ التحكم اليدوي ايش شرحته؟ نطلب دبابة ثانية. بس قهن. ايه معليش، ايش تسوي فلوس كثيرة. تضغط حرف اي. حلو. الحين هذا انت تقدر تتحكم بالدبابة. كذا تلف البرج حقها. مكان ما تبغى تصوب، تقدر تروح هناك وتشوف عشان تصوب وتعرف وين تبي تضرب بالضبط. يعني شوف بنضرب ورا هذه، نشيل دبابتنا والمدفع جالس يمزح معنا. شوفوا شوفوا كيف بنشيله. جت قريبة اي بي هذه، انا ابغى اي بي اشيله، ما ابغى اموت الجنود فيه زي كذا. حلوين. طبعا عندك سبيس اللي هو يبدل الذخائر اللي هنا، نوع الذخيرة اللي تبغاه. ابغاها اتش اي، ابغاها اي سي بي ار، ارجعها اي بي وزي كذا. شوفوا جالس يضربني في الوجه ما اثر شيء، لكن خلونا نعطيه الجنب نجرب. لا مدفع ترى ضعيف. مدفعك ضعيف بس على الاقل شيء يفك الجنزير. اضرب يا حول غيرنا. شوفوا على طول فك الجنزير. طبعا الحلو في اللعبه بعد كل شيء يخرب، يعني عندك جنزير، عندك الماسوره هذه تخرب خلاص وقف طلق، عندك الجنزير، الماسورة، البرج، الماكينة، الجنازير اللي على اليمين زي كذا تخرب. الحين لو تلاحظوا الجنزير هذا اللي على اليسار مفكوك. ايش الحل؟ يا انك تجيب جنود يصلحونه، او انك تضغط على الدبابة نفسها وتلقى صورة مفك، تضغط عليها خلاص ينزل جندي واحد ويروح يصلح دايركت. لو تغطيها بسموك ترى ما تصير واضحة لي. اي وتجي مثلا زي كذا هنا في الخيارات، انا ما شفت ما كملت لكم، عندكم لف 3 اللي هو السموك ما يقدرون يشوفون. طبعا احنا حاطين حاليا فوق وار، فانا اقدر اشوف جيشه هو يشوف جيشه، عشان كذا ترى ولا في اللعبه الاساسيه ما تقدر تشوف الا على مدى الجندي. يعني انت مدفعك ذا ما يتدب. ها لا لا مو عليك، على القديمه، على القديمه أنا مو قادر اسوي شيء. طبعا تجي هنا مثلا القصف والرواجم، تضغط ايه افضل، يعني ما تقدر تقصف من نفسك، افضل شيء انك تقصف من نفسك. تضغط ايه تحدد هنا على المنطقه اللي تبيها، ثم تسوي كذا كليك يسار. يا سلام، شايفين الاجرام كيف؟ هذه كلها كلز من الروكت. بس الروكت هذا لو يدمر لي راح يجيب لي نقاط بشكل كبير جدا، يعني يفضل اول ما تستخدمه تنحاش في محل. يجيب لي انا قصدك. اي اي يجيب لك. طبعا دبابتي الحين تصلحت. خلونا نجرب نسوي هجوم الحين، نبغى نحاول ناخذ المنطقة هذه بما اننا قصفناها. خلينا نجيب جنود ونقدمهم مع الدبابة. يا سلام، هذه الكبستة عندي فللت. هذه الدبابة تتقدم حاليا. اوكي ناصر، ناصر ما اتفقنا كذا. اسحبها اسحبها دقيقة. جايب لي اسوف على طول. الحين الدبابة جالسة تغطينا، احنا بنتقدم. علينا طلق. يا سلام. اوكي دبابتي ما منها فايدة. دك تشيل كسرة بس راح تستفيد منها انت كذا. يب. طبعا شوفوا هنا في جنود في الدخان انسحبوا. لو انك مخليهم كان اسرع. اوكي طبعا لو تلاحظون ناصر رمى سموك وسحب جنود على طول، خلى على المنطقة دي.
يبغى يبني اكياس تراب هنا خد دفاع لكن لازم تسبق له. هذه فغلطت. يا سلام. في شيء مهم في اللعبة لازم تعرفه. طبعا تيجي هنا تضغط حرف V طلع لك الجثث. حاليا كل جندي له انفنتوري او شنطة. تقدر تروح تفتح الشنطة هذه، هذه الاغراض اللي معاه. تجي هنا تضغط على هذا صورة العين كليك يمين. تقدر تاخذ منه قنابل، تاخذ منه الاسعافات، تاخذ الرصاص، تاخذ كل شيء من هنا. يعني تقدر تستفيد مثلا جندي مات، يعني زي بعض الاوقات هذا الجندي ماشين القنر مات، تركب تروح له تاخذ رصاص ماشين القنر وتاخذها كلها زي كذا. وين ماشين القنر؟ هذا هو مات. ما خليتنا نسوي كذا. ليه؟ ليه يجرم هذا؟ والله ما ادري عن اي جندي تتكلم اصلا. عقابا لك. بقى واحد صامل كفو. بس واحد صامل. فهذه هي طريقة اللعبة يعني. وفي شيء ناصر ما شرحته يعني، احس اني ما اعطيت اللعبة حقها في شيء. لا ما اظن، غير عن عرض الاسلحه نفسها شيء صعب يشوف. انا عرضت الاسلحه لكن عاد باقي لا 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 قصدي استخدامها نفسها يعني جيم طبيعي زي ما احنا نسوي دايم. ايوه عاد اسلوب اللعب مع الوقت تتعلم اسلوب اللعب، لان كل شخص له اسلوب لعب كامل. يعني زي كذا اجي انا واشيل كل جنوده ويشيلني هو بجندي. هذا هي فقوار يا حمد. لا ما في فقوار عادي. بدون فقوار ما شفته. دقيقة دقيقة الحين بتكون في مواجهة دبابات. دبابتك ترى اقوى من دبابتي عشان العيار حقها. شف فكت جنزيرة. ايوه هذه حمتني. فك وش فجرت انت؟ جندي. جندي؟ ايه طبعا هنا تقدر تاخذ درعمة ما تجي. تي ان تي. تي ان تي اقوى مضاد. وقف خله يمشي يا اخي، خله يمشي، خلنا اشرح لهم يا اخي. اصبر طيب انا ترى حاطهم فاير. طيب شيل الدباب لا تخليه فاير. اقول لك شيله ويقول بيطلق عليك. والله والله حاطه بدون فاير. جنودي واجد. الله. طبعا زي كذا تجي تقدر بجندي واحد طبعا تحط منع اطلاق نار عشان ما يكشف في الخريطه. تجي مثلا هذه الدبابه تجي عندها هنا تتحكم يدوي ناصر وترمي غلط. راح وتنحاش. حطينا التينتي على الدبابة جايس يزلق يزلق طاح جنبها ونفكت الدبابة. يا سلام. طبعا كيف تعرف متى تصلح الدبابة ومتى ما تصلحها؟ لو تشوفون هنا في الخريطة انا عند منطقة ناصر دبابته ما هي موجودة في الخريطة، لكن دبابته انا خربانة بس موجودة في الخريطة ابيض. يعني هذه تقدر تتصلح، تضغط على المفك تضغط على المكان خلاص الجندي يبدأ يصلح فيها. يدينا نصلح دبابات العدو ترى يعني. وتقدر تصلح دبابة العدو وتسرقها. خلونا نوريكم جنود التشارج كيف. هذولهم اعطونك جنود جدا كثيرين. هلا ان شاء الله راح تنزل مقاطع وبثوث كامله المنفور بشكل كبير في القناه بما ان اكثر لعبه العبها، فراح تعرفون كيف تكتيك اللعب واختلاف الدول عن بعض وزي كذا. هذا المقطع اتمنى انه عجبكم يعني، مع انه كان يعتبر مقطع شرح مو عرض للعبه، لكن ان شاء الله راح تنزل مقاطع ثانيه المنفور وبثوث بشكل جميل. وهذا انا باقي ما تكلمت عن السنجل بلاير. السنجل بلاير جدا خرافي يعني، فيه كواب وكميه تعاون بشكل كبير يعني. اتمنى المقطع نال اعجابكم، اراكم تطور القناه في الكومنت وابد. السلام عليكم.